من اون لايف. اسعد الله اوقاتكم، بدايتنا وكالمعتاد مع الشان المحلي. يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع الاول للمجلس الاعلى لمكافحه الارهاب والتطرف، ويختص المجلس بصياغه استراتيجيه وطنيه شامله لمواجهه الارهاب والتطرف من كافه الجوانب، وكذلك اصدار القرارات والاجراءات الملزمه لتنفيذها، فضلا عن دوره في تعزيز مشاركة كافة أطياف المجتمع في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، إضافة إلى تطوير الخطط الأمنية لمواجهته. لم يكن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ورقة لمساومات إقليمية أو دولية، بل كان دائما محل اهتمام القيادة السياسية التي لم تترك مناسبة إلا وطالبت فيها بحل عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقه في حياة كريمة. أحدث هذه المناسبات استقبال رئيس السيسي لوفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، شدد خلاله على أن القاهرة تولي اهتماما كبيرا للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلا عن استمرار التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية. جهود حثيثة وخطوات ملموسة تقوم بها مصر في سبيل حل القضية الفلسطينية وإحياء عملية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو ما تترجمه الوقائع على الأرض. ففي إطار الشراكة المصرية الأمريكية لدفع القضية الفلسطينية قدما وإحلال السلام في المنطقة، استقبل الرئيس السيسي وفدا أمريكيا رفيع المستوى برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. السيسي خلال اللقاء أكد الأهمية التي توليها مصر من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلا عن الاتصالات المكثفة للتوصل إلى تسوية مناسبة تساهم في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط وتفنيد الحجج التي تستخدمها المنظمات الإرهابية. لقاء السيسي سبقه لقاء جمع وزير الخارجية سامح شكري بالوفد الأمريكي، أعرب خلاله شكري عن تقدير مصر للجهود الأمريكية من أجل تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتطلعها إلى تكثيف الإدارة الأمريكية لجهودها خلال الفترة القادمة في هذا الشأن. اهتمام مصري أمريكي بالقضية الفلسطينية ورؤية مشتركة إزاء العديد من القضايا، وهو ما ظهر جليا خلال لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 3 أبريل من العام الجاري، والذي تحدث خلاله السيسي عن صفقة القرن في إشارة جلية إلى القضية الفلسطينية. هتجرني وبقوة أيضا داعم وبشدة كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن في صفقة القرن، لأنا متأكد أن فخامة الرئيس هيستطيع أن ينجزها. زيارة كوشنر والوفد المرافق له جاءت في توقيت تشهد فيه العلاقات بين البلدين مرحلة من التفاهم المشترك إزاء العديد من القضايا، لتتطابق الرؤى في هذا المجال وتختلف في مجالات أخرى. لكن عودة الاهتمام الأمريكي بالملف الفلسطيني هدف ثابت للدبلوماسية المصرية التي نجحت خلال الأعوام الماضية في إعادة الدفء إلى علاقاتها الدولية ودورها الإقليمية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. تواصل مصر للطيران جسرها الجوي لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة اليوم 21 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 5306 حجاج. وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة سادس حاج مصري بالأراضي السعودية، وهي سيدة تبلغ من العمر 82 عاما من منطقة أبو رواش بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة. وتواصل لمستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام. وقالت وزارة الصحة السعودية إنها تعمل على تفعيل خدمة الطب الميداني والطوارئ في الحج، حيث جهزت أصولا يضم 100 سيارة إسعاف صغيرة تعمل كوحدات عناية مركزة متحركة للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة في الميدان، بالإضافة إلى 80 سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز. وقد سلم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل كسوة الكعبة المشرفة الجديدة لكبير سدنة بيت الله الحرام الشيخ صالح بن زين العابدين الشيبي كعادة سنوية تتم كل عام، حيث تسلم الكسوة الجديدة للكعبة المشرفة لكبير سدنة البيت الحرام، لتتم الكسوة في اليوم 9 من شهر ذي الحجة بدلا من الكسوة الحالية.
قال قنصل مصر في العقبة أحمد رياض إن عدد الحجاج المصريين المسافرين عبر خط نويبع العقبة هذا العام بلغ أكثر من 13,000 حاج. وأكد رياض خلال استقباله أفواج الحجاج المصريين المسافرين عبر ميناء العقبة الأردني وجود أعضاء البعثة على مدار الساعة لتسيير إجراءات مرور الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم. وأشار القنصل إلى أن المبادرة التي تنفذها القنصلية بالتعاون مع غرفة الشركات السياحية هذا العام بتوفير 14,000 وجبة لتوزيعها على الحجاج المصريين لاقى ترحيبا من جانبه. وقد تفقد القنصل العام لمصر في جدة حازم رمضان جميع مراحل استقبال الحجاج المصريين بدءا من مغادرتهم الطائرة. واستقبل القنصل العام الحجاج المصريين للتأكد من إتمام إجراءاتهم اللازمة بيسر، كما التقى بالعمالة المصرية التي تقدم خدماتها في مجال الشحن والتفريغ بالمطار وقيادة الحافلات والعمل في المجازر، معربا عن تقديره لدورهم في خدمة الحجاج ومشددا على ضرورة التزامهم بالتعليمات المنظمة لعملهم كونهم في خدمة ضيوف الرحمن. كذا صرح مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج عمرو لطفي بأن إجمالي عدد الحجاج الذين توافدوا على الأراضي المقدسة وصل إلى 55,000 حاج من بينهم 19,000 حاج قرعة، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم على أداء مناسكهم في سهولة ويسر. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. كتلك الملابس البيضاء يأمل هؤلاء أن تكون صحائف ذنوبهم خالية بعد أداء مناسك الحج. تلبية داخل الأتوبيسات المجهزة لتفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بعد قضاء أيام بالمدينة أشادوا فيها بالخدمات المقدمة، فضلا عن وجود وعاظ بالفنادق للرد على استفسارات الحجاج. جميع الفنادق التابعة لوزارة الداخلية والقرعة نحن نتواجد فيها من الصباح إلى الليل ونتجه من فندق إلى آخر كي نكون في خدمة الحجاج. الكل بيتسابق لخدمة ضيوف الرحمن، ندعو الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم يوم القيامة إن شاء الله بإذن الله. نحن شفناش إلا كل خير منهم، والسكن كويس والعدد حلو. الله يبارك في مصر كلها ويبارك في شعبها، والحمد لله ربنا يقضي الرسالة بالخير يا رب. فنادق كويسة والأقامة كويسة وكل حاجة كويس الحمد لله، ما فيش مشاكل الحمد لله، ونتمنى يكون على نفس المستوى في مكة إن شاء الله. يعني التفويج مستمر حتى 26 من الشهر الجاري، آخر حاج سيتوجه إلى مكة. وقد استعدت بعثة حجاج القرعة جيدا لنقل الحجاج واستقبالهم. التفويج إن إحنا قبلها بيومين بنعلق الكشوفات بأسماء الحجاج على الأوتوبيسات، وكل واحد بيعرف اسمه في انهي باص يركبه، وبننبه عليهم، بناخد الشنط قبليها ب 12 ساعه، بنفوج الشنط قبليهم عشان يروح يلاقوا الشنط هناك، والصبح بيستقلوا الباصات وبيتوجهوا لمكه. نهايه الافواج عندنا يوم 26، 250 حاج هيتوجهوا لمكه يوم 26/8 باذن الله. التفويج ده بيتم للحجاج اللي كان مقرر قيامهم من القاهره للمدينه، بتكون مده الاقامه في المدينة 6 أيام بخمس ليالي. عقب انتهاء الفترة بيتم تفويجهم بمعرفة شركة نقل من الشركات المميزة في المملكة العربية السعودية، بيتم نقلهم إلى مكة. بيكون في انتظارهم هناك الضباط المتواجدين في الفنادق، بيتم تسكنهم في الغرف بتاعتهم. فنادق على مسافات متقاربة من الحرم مجهزة لاستقبال الحجاج بمكة، حيث وصل ما يقارب 55,000 حاج إلى مكة والمدينة، منهم 19,000 حاج من حجاج القرعة. هذا وتكتسب المواقيت المكانية في الحج أهمية كبرى لا تقل عن أهمية المواقيت الزمانية، وهي 5 مواقيت حددها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحرم منها الحج. المزيد حول مواقيت الحج المكانية في سياق هذا العرض والزميلة شيماء الكردي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العرض المعلوماتي الذي نتحدث فيه عن مواقيت الحج المكانية، وهي بنفس درجات أهمية المواقيت الزمانية. فكما أن للحج زمانه المحدد فللإحرام أماكنه المحددة. مواقيت الحج المكانية هي أماكن حددها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يحرم للحج، وتلك المواقيت 5 يحرم منها الحج ومن يمر من ناحيتها من شتى بقاع الأرض المختلفة والقادمون
يتحركون بالطائرات. أول هذه المواقيت هو ذو الحليفة، وهي منطقة تقع في شمال مكة وتبعد عنها 450 كيلومترا، ويطلق عليها أبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة ومن جاء منها. ثانيا ميقات الجحفة، ويقع في الشمال الغربي من مكة ويبعد عنها 187 كيلومترا، وهو ميقات أهل مصر والشام. ثالثا قرن المنازل، وهو جبل يقع شرقي مكة ويبعد عنها 75 كيلومترا، ويطلق عليه حاليا السيل، وهو ميقات أهل نجد ومن جاء منها. أما عن الميقات الرابع فهو يلملم، ويقع جنوب مكة ويبعد عنها 54 كيلومترا، وهو ميقات أهل اليمن. ذات عرق هو الميقات الخامس والأخير، ويقع في الشمال الشرقي لمكة ويبعد عنها 94 كيلومترا، وهو ميقات أهل العراق. إذن مشاهدينا، هذه المواقيت المكانية للحج. نشكركم لطيب المتابعة، دمتم في صحبة الله وأمانه. انتقد الشيخ خالد بن أحمد وزير خارجية البحرين موقف النظام القطري من منع سفر مواطنيها للحج، في الوقت الذي أعاد فيه سفيرها إلى طهران. وكتب ابن أحمد عبر حسابه الرسمي على تويتر إنه في اليوم نفسه الذي رفضت فيه قطر السماح لمواطنيها بالحج إلى بيت الله الحرام، أعادت سفيرها إلى من يدعون كذبا نصرة الإسلام والمسلمين. كانت الخارجية القطرية قد أعلنت أن سفيرها لدى طهران سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية بعدما استدعته في يناير من العام الماضي. وقالت الخارجية القطرية إن عودة السفير تعبر عن تطلع قطر لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران في شتى المجالات. تقارير أمنية عدة كشفت عن تمويل قطر بالمال والسلاح وتخصيص الملاذ الآمن لأربعة تنظيمات إرهابية في مالي والصومال ونيجيريا وتشاد. وأشارت التقارير إلى أن الدوحة مولت تنظيم الملثمون أو الموقعون بالدم الذي يقوده مختار بالمختار المعروف بالأعور في مالي. أما في الصومال فقد مولت حركة الشباب إعلاميا وماليا، فيما بررت الدوحة إعلاميا عمليات جماعة بوكو حرام في نيجيريا، بالإضافة إلى توفير الإمارة الملاذات الأمنة لمقاتلي داعش الفارين من ليبيا إلى أراضي تشاد. بدورها قررت السلطات التشادية غلق السفارة القطرية في نجامينا ومنحت موظفيها 10 أيام لمغادرة البلاد. واتهمت السلطات التشادية الدوحة بزعزعة استقرارها انطلاقا من ليبيا، وأرجعت تشاد القرار إلى رغبتها في الحفاظ على السلم والاستقرار في وطنها وفي المنطقة. 80 يوما مضت منذ بدء الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وقطر مستمرة في عنادها ولم تستجب بعد للمطالب العربية بوقف تمويل الإرهاب والتدخل في شؤون الآخرين. هذا ولم تفلح الآثار الاقتصادية السلبية التي ضربت الإمارة في ردعها عن المضي في سياساتها المدمرة. سنوات طويلة مرت على تغلغل أذرع قطر تنظيم الحمدين الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار شعوب المنطقة، آخرهم كانوا 80 يوما التي مرت منذ أن قطعت مجموعة الدول العربية الراعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية بالإمارة، وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لتتخذ بذلك موقفا واضحا بعد تعدد البراهين على العلاقة الوثيقة التي تربط بين قطر وكل أشكال الإرهاب في العالم. 13 مطلبا قدمتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى قطر تنظيم الحمدين في إطار حل الأزمة، ولكن وكعادتها استخدمت الدوحة مهاراتها في التملص ولعب دور الضحية لاكتساب تعاطف الشعوب الأخرى، إلا أن اللعبة صارت جلية ولا تنطوي على الكثيرين، واستمرت قطر في موقفها المعادي وتجاوزاتها بحق جيرانها عن طريق إثارة الأكاذيب والمزاعم وإشاعة حالة من الضبابية، مدعية أن تلك المطالب ما هي إلا تدخل في سياستها الداخلية. خفض مستوى العلاقة الدبلوماسية مع إيران وطرد أي عنصر من الحرس الثوري على الأراضي القطرية كان المطلب الأول على رأس قائمة المطالب العربية، بالإضافة إلى مطلب إغلاق القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية، والتي يعد تدشينها محاولة للي ذراع دول الجوار خاصة الكبرى منها، في ظل دعم تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية التي تحتضن الدوحة نسبة كبيرة
من قياداتها. أما مطلب وقف التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول العربية فكان طلبا واضحا ومفهوما، إذ اتخذت قطر من أراضيها منصة لإيواء كل المطلوبين الذين ثبت تورطهم في الدعم أو التخطيط لأعمال إرهابية بالدول العربية. وجاء مطلب إغلاق قناة الجزيرة القطرية ضمن قائمة المطالب 13 معتمدا على مسار طويل من الممارسات الإعلامية غير المهنية وسنوات أطول من الصبر على التحريض ودعوات القتل ومبايعة تنظيم داعش الإرهابي على شاشاتها. وها هم 80 يوم يمضوا وقطر لا تزال تسدد أسهمها المسمومة في القلب العربي، وها هم الدول الراعية لمكافحة الإرهاب تؤكد أنه لا تنازل عن المطالب 13 واعتبارها الحل الأوحد لحل الأزمة. يرصد الكثيرون عدم توقف إرهاب النظام الحاكم في قطر والمعروف بتنظيم الحمدين عند الدول العربية، إذ امتدت أذرع الخراب القطرية لتطال دول عدة في أوروبا بالإرهاب تارة وبالتمويل تارة أخرى. صحيفة لاراثون الإسبانية كشفت أيضا عن تمويل قطري لمراكز إسلامية ومساجد تنشر التطرف في إسبانيا، خاصة في إقليم كاتالونيا الذي كان مسرحا لعمل إرهابي. وقالت الصحيفة في تقريرها إن الدوحة تقدم الدعم لهؤلاء عبر رجال أعمال وأنها مسؤولة عن نمو ظاهرة التشدد في إسبانيا. بعد سقوط المدن الأوروبية واحدة تلو الأخرى فريسة للإرهاب الذي ترعاه قطر بقيادة تنظيم الحمدين، بدأت أوروبا في إعادة النظر في موقفها من تمويل الدوحة لبناء المساجد والمراكز الدينية التي تعمل على تجنيد الشباب للقتال وتنفيذ عمليات إرهابية في أنحاء القارة العجوز. باريس وبرلين وبروكسل ومانشستر وأخيرا برشلونة كلها وقعت في براثن الإرهاب الذي نسجه تنظيم الحمدين لنشر التطرف والتشدد للعبث بأمن واستقرار العالم بأسره. حتى خرجت أوروبا تندد بالمخططات القطرية لتمويل أكبر عدد من المساجد التي باتت مركزا للإرهابيين. أحدث حلقات إرهاب قطر في أوروبا كانت حادثة برشلونة، حيث تبنت أسبانيا موقفا مشابها لدول أوروبية أخرى، وأعربت المخابرات الإسبانية عن قلقها من خطة زيادة عدد المساجد في إسبانيا بمعدل 150 مسجدا جديدا بحلول العام 2020 بتمويل قطري خشية تصاعد نفوذ الدوحة من خلال نشر الإرهاب. كما أكدت صحيفة لاماريا الأسبانية على ضرورة مراقبة الخطابات الدينية في المساجد الأوروبية، مشيرة إلى أن قطر من أهم الدول التي تنشر الإرهاب في العالم بسبب أفكارها المتشددة التي تميل إلى التطرف، حتى إنها انحرفت عن الرسالة الحقيقية للإسلام. صحيفة كاسو أسيلادو الإسبانية أكدت هي الأخرى أن قطر تعد الراعي الرئيس لتنظيم داعش الإرهابي، وقالت إن تمويلها لعدد من المساجد الموجودة في إسبانيا يثير المخاوف من تكرار سيناريو برشلونة، مشيرة إلى تزايد عدد المساجد الممولة من قطر والتي تدعو إلى الفكر المتشدد. وأكدت الصحيفة على ضرورة محاربة الإرهاب عن طريق خفض التمويلات القطرية للمساجد خشية تحول إسبانيا إلى مأوى للإرهابيين. وعاد هجوم برشلونة اللذان تبنهما تنظيم داعش إلى الأذهان الحديث عن التمويل الذي تتلقاه مساجد يرتادها متطرفون في أوروبا، ما أدى إلى وقوع عمليات إرهابية أودى بحياة أبرياء. وفي برلين اتهم رئيس الاستخبارات الألمانية السابق أوغست هانينج قطر بتمويل مساجد يديرها متطرفون في أوروبا تعمل على تجنيد الشباب للقتال إلى جانب داعش. وطلب المدير السابق للاستخبارات الألمانية بضرورة وقف التمويل القطري للمساجد التي تروج للتطرف في أوروبا كمسجد مانشستر الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان الإرهابية كجزء من جهود مكافحة الإرهاب في الدول الأوروبية. فصل جديد لمستنقع الإرهاب الذي تسبح فيه الدوحة بقيادة تنظيم الحمدين، ولو كان على حساب تشويه صورة الدين الإسلامي الحقيقية، ولكن أصبح العالم يعرف جليا أن قطر هي الثعبان السام الذي يبص الرؤية العقائدية المغلوطة للدين والترويج للتشدد، وتغذي الشباب بهذه الأفكار المتطرفة في مخطط يهدف إلى بسط النفوذ القطري في أوروبا. ويوما بعد يوم تستمر انتهاكات نظام الحمدين الحاكم في قطر من تنكيل معتقلات واختفاءات قسرية ضد معارضيه أو كل من يخالفهم الرأي، وكان آخرها وزير العدل القطري السابق نجيب بن نعيمي الذي أعلن عبر تويتر عن مغادرته إلى سنغافورة بعد فرض الإقامة الجبرية عليه.
قطر مقبرة المعارضين، فالويل لمن يقول لا. فبينما تدعي قطر أنها دولة تحافظ على نبذ العنف والحق في حرية الرأي والتعبير، إلا أن نظام الحمدين يمارس القمع ضد معارضيه، وتعد سجون الدوحة الوجهة لكل معارض لسياسات النظام القطري. ويؤكد المعارضون القطريون أن الدوحة مليئة بالسجون التي تكتظ بالمعتقلين وأصحاب الآراء المختلفة مع النظام، وبينما تنفي السلطة الأمراء والمسؤولين السابقين الذين يعترضون على سياسات ونهج الدولة، يهرب آخرون خارج البلاد. وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي أعلن عبر تويتر عن مغادرته إلى سنغافورة بعد فرض الإقامة الجبرية عليه، مضيفا أنه تم احتجازه 33 يوما انفراديا. الشاعر محمد بن راشد الذيب حكم عليه بالسجن 15 سنة لنقده للنظام القطري في إحدى قصائده، واعتقل في 2011 بتهمة التحريض على الثورة والإطاحة بنظام الحكم. قائمة اعتقالات نظام الحمدين لمعارضيهم تطول، وتدوينات القطريين المقيمين في الداخل أو الذين لاذوا بالفرار خارج الإمارة على تويتر كشفت بما لا يدع مجالا للشك الازدواجية التي تحكم الدوحة وتباينها الزائف لحرية الرأي والتعبير الذي يتعارض مع ما تمارسه من فظائع قتل وتعذيب وتنكيل بالمواطنين والوافدين إلى الإمارة. نشرتنا مستمرة من أونلاين وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. الحوثيون يعرقلون وصول أنصار صالح إلى ميدان السبعين للاحتفال بذكرى تأسيس الحزب. أهلا بحضراتكم وإلى تطورات الأوضاع في ليبيا. شدد العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي على أن القيادة العامة للجيش تأخذ على عاتقها النهوض بالشعب من خلال إقامة انتخابات حرة نزيهة، مستنكرا في الوقت ذاته الدعوات الغربية لتقسيم ليبيا. طلبت مطروحة الآن على الطاولة بالنسبة للدول الغربية لتقسيم ليبيا بأن تحرق بيادق أهداف داخل ليبيا لزرع شعور لدى الليبيين أن ليبيا ستقسم بهذه الطريقة، قيادة عسكرية في الغرب وفي الشرق، وهناك الآن أخرى دعوات وأكاذيب على أن هناك قيادة عسكرية في الجنوب. وبالتالي أعلن لكل الليبيين، وهذا الخطاب خاص بالليبيين، أن مهمة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تتمثل في نقل هذا الشعب الذي عانى الكثير وعانى ويلات الحروب والعصابات وأمراء الحرب وعانى الاختطاف والابتزاز، أن ننقل هذه الدولة إلى أو هذا الشعب إلى انتخابات حرة نزيهة. عقد رئيس الأركان العام للقوات المسلحة الليبية الفريق عبد الرازق الناظوري اجتماعا مع عميد بلدية بني غازي المستشار عبد الرحمن العبار وممثلي وزارة المالية بالحكومة المؤقتة والمؤسسة الوطنية للنفط لاستعراض عدد من المشروعات المقرر أن تنفذها المؤسسة الوطنية للنفط وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي وملحقاته بمنطقة جليانا ببني غازي بتكلفة 600 مليون دينار ليبي. وقد أدانت الخارجية المصرية جريمة قتل 9 جنود من الجيش الليبي واثنين من المدنيين ذبحا على يد تنظيم داعش الإرهابي جنوبي منطقة الجفرة وسط الصحراء الليبية. وأعربت مصر عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، داعية المولى تبارك وتعالى أن يتغمدهم برحمته، مؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا إلى جانب الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب. استدعت تونس السفيرة التركية لديها احتجاجا على تصريحات مسيئة للرئيس التونسي اطلاق القيادي الاخواني المدرج على قوائم الارهاب وجدي غنيم من تركيا. وعبرت الخارجية التونسية عن استنكارها الشديد لتصريحات القيادي الاخواني واستغرابها من استغلال هذا الشخص لإقامة في تركيا للتهجم على الدولة التونسية ورموزها. وضعت الخارجية التونسية السلطات التركية لاتخاذ رد فعل سريع حيال القيادي الارهابي. في اليمن أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح رفضه ما أسماه هيمنة الميليشيات الحوثية على القرار في صنعاء.
هذا وقد تجمع المئات من أنصار الرئيس المخلوع في العاصمة اليمنية لإحياء الذكرى 35 لتأسيس الحزب. وقالت ميليشيا الحوثي إن إقامة حزب المؤتمر لمثل هذا المهرجان يعد استفزازا لهم وتصعيدا ضدهم في ظل الحرب الدائرة. وقد أقامت الميليشيات عدة نقاط تفتيش في محافظتي ريما والحديدة، فيما وقعت اشتباكات بين الميليشيات وأنصار الرئيس المخلوع بعد عرقلة وصول المئات إلى ميدان 70 ومنع دخول السيارات إلى داخل العاصمة. حذرت منظمة العفو الدولية من أن المدنيين في مدينة الرقة السورية عالقون تحت نيران المعارك الدائرة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي. وطالبت المنظمة قوات سوريا الديمقراطية بمضاعفة جهودها لحماية المدنيين من التنظيم الإرهابي الذي يستخدمهم كدروع بشرية. قال نائب القائد البريطاني للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش روبرت جونز إن تحرير مدينة تل عفر وبقية مدن محافظة نينوى يشكل أساسا لإنهاء الوجود العسكري لداعش في شمال العراق. وأضاف أن القوات العراقية تخوض ما أسماها أصعب معركة حضرية منذ الحرب العالمية الثانية. من جانبه أعلن قائد عمليات نينوى الفريق عبد الأمير يارالله استعادة القوات العراقية لعدد من القرى شمال وشرق تل عفر، إضافة إلى 3 أحياء شمال وجنوب القضاء. أعلنت الشرطة الهولندية أن اعتقلت مشتبها به ثانيا اليوم بعد أن ألغت حفلا موسيقيا مساء أمس في روتردام بسبب تهديد إرهابي. وقال عمدة روتردام إنه تم العثور على حافلة صغيرة بأرقام إسبانية بداخلها اسطوانات غاز قرب مقر الحفل، مشيرا إلى أنه تم القبض على سائق الحافلة الصغيرة بعد تلقي تحذير أمني من الشرطة الإسبانية. كما أشار إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على علاقة الحافلة التي تم توقيفها بتحذير الذي أرسلته إسبانيا. قالت المدعية العامة الفنزويلية المقالة لويزا أورتيغا إن لديها أدلة على ضلوع الرئيس نيكولاس مادورو في قضية فساد مع إحدى شركات المقاولات. وأشارت أورتيغا إلى تعرضها للاضطهاد في محاولة لإخفاء تفاصيل فساد على مستويات عليا، مطالبة المجتمع الدولي بالتحقيق في هذه القضايا. قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إن الولايات المتحدة لن تسمح بانهيار فنزويلا، معتبرا أن تطورا من هذا النوع من شأنه أن يهدد الدول الأخرى في المنطقة. وأوضح بينس أن انهيار فنزويلا سيعرض للخطر كل الذين يعتبرون نصف الكرة الغربي وطنهم على حد قوله. وألقى بينس هذا الخطاب بعد عودته من جولة شملت كولومبيا والأرجنتين وتشيلي وبنما الأسبوع الماضي. وشكلت فنزويلا محور محادثاته خلالها، ولم يشير في خطابه إلى احتمال تدخل عسكري تحدث عنه ترامب. أعلن المحاربون الانفصاليون في شرق أوكرانيا أن وقفا جديدا لإطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ غدا قبل بدء العام الدراسي الجديد في البلاد، فيما لم يتم تحديد موعد لانتهاء مدة الاتفاق. من جهتها رحبت منظمة الأمن والتعاون المكلفة بمهمة المراقبة في شرق أوكرانيا بإعادة الالتزام بوقف إطلاق النار، والذي وصفته بأنه إشارة سياسية مشجعة من كل الموقعين على خطة السلام. قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن على طالبي اللجوء عبور الحدود بين كندا والولايات المتحدة من خلال نقاط دخول رسمية. وأكد ترودو أن المجتمع الكندي منفتح، لكنه شدد على ضرورة حماية المواطنين داخل كندا. وأفادت السلطات الفيدرالية الكندية عن توقيف نحو 4000 شخص غالبيتهم من أصول هايتية في مقاطعة كيبيك خلال النصف الأول من أغسطس بعد عبورهم الحدود بطرق مخالفة للقانون مقابل نحو 3000 في يوليو الماضي. نشرتنا مستمرة من أون لايف، وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. تسارع العمل في مدينة الروبيكي للجلود تمهيدا لنقل أصحاب المدابغ إليها. أهلا بحضراتكم إلى شرم الشيخ التي تفتتح فيها اليوم بطولة العالم للتايكواندو للناشئين تحت 14 سنة
خلال الفترة من 24 وحتى 27 من الشهر الجاري. تقام البطولة بمشاركة 70 دولة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يكون عدد المشاركين والمدربين والأجهزة الفنية نحو 1000 مشارك. يأتي ذلك في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة للبطولات الدولية التي تستضيفها مصر، دعما للسياحة الرياضية وتأكيدا للدور المصري الريادي في التنظيم المتميز للأحداث الرياضية الدولية. قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن استضافة مصر لبطولة العالم للتايكوندو التي ستنطلق اليوم تمثل رسالة سلام للعالم من أرض السلام. وأكد فودة أن جنوب سيناء قادرة على تنظيم أي بطولة عالمية على أعلى مستوى. هذه المدينة مخططة وجاهزة لاستقبال أي مؤتمر في العالم دولي وأي بطولة عالمية. احنا في بصدد تحويلها إلى مدينة المؤتمرات العالمية، ولما لا ولها كل المقومات وفيها كل المقومات التي تجعلها مدينة عالمية للمؤتمرات والبطولات العالمية. أما رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة اللواء أحمد الفولي فأكد أمام أعضاء ترحيبه بأعضاء الاتحاد الدولي والأفريقي لمشاركتهم في البطولة التي تستضيفها جنوب سيناء. كما ثمن الفولي دور الدكتور محمد أبو زيد رئيس الاتحاد المصري للعبة على دعمه الكبير لهذه البطولة. زملائي أعضاء الاتحاد الدولي للتايكوندو اللي موجودين وأعضاء الاتحاد الأفريقي اللي موجودين برضو معانا في فرحنا دون، بنقول لهم أهلا وسهلا بيكم في بطولتنا اللي بتحتضنها مدينة السلام. شكرا لزميلي محمد علي أبو زيد رئيس الاتحاد المصري لاحتضانه ودعمه لهذه البطولة ومصبرته رغم كل الصعاب، وفعلا في صعاب كثيرة بس هو فدائي برضه ودخل بكل قوة لاحتضان هذه البطولة ويرفع اسم مصر ويأكد للعالم كله إن مصر أمنة. على مساحات شاسعة وعلى بعد عدة كيلومترات داخل الجبل من طريق الإسماعيلية الصحراوي، يعمل مئات العمال في مدينة الروبيكي للجلود في انتظار عمليات نقل أصحاب المدابغ من سوري مجرى العيون في مصر القديمة إلى مدينة الروبيكي للجلود العالمية التي تم تصميمها على أحدث الأنظمة في دباغة الجلود. على مشارف القاهرة في الطريق الصحراوي المؤدي إلى قناة السويس ثمة منطقة صناعية كبيرة تخرج إلى النور مع انتقال صناعة الجلود المصرية من مناطق الدباغة القديمة إلى ورش حديثة في مدينة الجلود بروبيكي. يأتي المجمع الجديد في إطار جهود توسعة كبيرة لقطاع تعتبره مصر واحدا من أكثر قطاعاتها تنافسية، ووضعت وزارة التجارة هدفا رسميا له يتمثل في الوصول بصادرات الجلود لأكثر من مليار دولار سنويا في 2020 مقارنة مع نحو 200 مليون دولار سنويا في الوقت الحالي. تخيل حضرتك وإحنا بالعشوائية اللي إحنا فيها دي بنصدر من 80-85% من الجلود دي للعالم كله، لأوروبا وأمريكا والصين وكله. فتخيل حضرتك لما هو يتصدر الجلد ده عشان يتفصل ويرجع لي وما يتقالش ان ده مصري. تخيل لما أنا أعمل المنتج النهائي للمستهلك اللي بدل ما كان بيستورد من أي بلاد تانية وحاجة رخيصة جدا وحاجة مستواها قليل، فده كله كنا بنحاول ان احنا الأهم من الصناع المستهلكين. نقل هذه المدابغ يتم حاليا بموجب أوامر من الحكومة التي تدفع كلفة نقل المعدات وتبني مساكن مدعمة للعمال وتسهل قروضا منخفضة الفائدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع. مصر كانت من زمان كانت رائدة في دباغة وصناعة الجلود، وجات فترة طبعا اللي زي ما ذكرت لحضرتك فترة إن كله عايز يكبر وما فيش مجال لهذا، ما فيش مجال للنمو. ليه؟ لأن البيئة اللي حواليك مش مساعداك. ولكن دلوقتي فحصل ديكلاين أو نزول في عملية الإنتاج، فبس دلوقتي طبعا بالآليات الجديدة وبالأسس العلمية والتكنولوجية طبعا الموضوع ده هيختلف تماما. من المتوقع أنه بحلول منتصف 2018 ستضم مدينة الجلود بروبيكي سلسلة الإمداد بالكامل من ذبح الحيوانات إلى المنتجات الجلدية النهائية، بما يسمح للمصنعين العالميين بالحصول على المواد وتصدير السلع النهائية في موقع واحد. هذه النقلة النوعية المهمة من مجرى العيون إلى هنا هتتغير شخصية الدباغة
والكرك بتاع الدباغة تماما. يعني هم بيشتغلوا في هذا المكان في مجرى العيون فصل قديمة بقالهم 100 سنة، عملين يطوروا نفسهم في حدود الامكانيات اللي موجودة، يبني دور فوق يحط فيه مكنة يبدأ يناول نفسه بطريقة مش عارف طريقة بدائية، واخد بالك، تبدأ المناولة او الهاندلنج بطريقة بدائية. هنا الوضع هيختلف خالص زي ما تشوفوا. يعني مصانع، يعني ليه، يعني ليه اوت بتاع المصانع هوريزونتال، هتتفرج يعني تقف اول عنبر الانتاج تشوف كل الخطوات بتتم قدامك من خطوة لخطوة 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 زي اي مصنع في العالم. مشروعات كهذه وغيرها تأمل مصر من خلالها في جذب رؤوس الأموال لدعم الاقتصاد القومي. ففي السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي جذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 9 مليار دولار، وتستهدف ما يربو على 10 مليارات دولار في السنة الحالية. الآن نتحول مع حضراتكم لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي في ميناء الأدبية لإعلان التخلص من إحدى الشحنات التي ظلت لأكثر من 19 عاما بميناء الأدبية ومغادرتها الأراضي المصرية اتساقا مع الرغبة في الحفاظ على البيئة ومحاولة الوصول إلى معدلات الأمان اللائقة. مقيد، ممكن نستخدم، ممكن تحضر وتستخدم، وبالمناسبة منها بعض المبيدات أيضا اللي هي ممكن نسمح لبعض الدول اللي هي فقيرة جدا انها تستخدمها زي الدول بتاعت افريقيا زي ما بنقول. بعدين في مجموعة تانية، لو القسم الثالث من المواد اللي في الاتفاقية بتاعت ستوكهولم، اللي هي المجموعة المواد اللي بتنطلق بدون قصد، يعني نتيجة تحول مواد اخرى بتنطلق الى البيئة، ودي مواد شديدة الخطورة وشديدة السمية. ازاي بيتم اضافة هذه المواد في الاتفاقية بتاعت ستوكهولم؟ بيتم عن طريق اقتراحات بتقدم للاتفاقية من احد الاطراف، احد الاطراف اللي هي كلمة طرف هنا تعني الدولة، احد الاطراف او مجموعة من الاطراف، يعني ممكن مجموعة زي الاتحاد الاوروبي تقدم طلب للاتفاقية ان احنا عايزين نضيف المادة الفلانية اكس او واي او زد الى قوائم الاتفاقية بتاعت ستوكهولم. طبعا بتقدم الطرف اللي بيقدم او مجموعة الاطراف اللي بتقدم هذا المقترح بتقدم دراسات تؤيد انه المادة دي ينطبق عليها الشروط الخمسة اللي هم بينطبقوا على المواد اللي بنسميها الملوثات العضوية الثابتة، الثبات والتراكم في السلسلة الغذائية وشدة السمية والكمية اللي هي بتتناول او بتتداول بين الدول، فبيقدموا الدراسات المعينة. وبعدين بتتشكل من الاتفاقية لجان بحث علشان تدرس مدى قبول هذا الطلب او عدم قبوله، وبعدين بتتشكل لجان مراجعة ايضا من ناحية الاتفاقية في اجتماعات خاصة بنسميها الكوبروك او الاجتماعات الخاصة بريفيون كوميتي بتاعت الاتفاقية، وبعدين يحصل الكوب اللي هو الكونفرنس اوف ذا بارتي اللي هو اجتماع الاطراف الموافقة على هذه الاتفاقية، علشان في النهاية تضاف بعد قرار الغالبية تضاف مادة من هذه المواد أو المادة المطلوب إضافتها إلى جداول الاتفاقية وتروح للجدول اللي هو متفق عليه. دي بعض القوائم من المركبات اللي هي موجودة في الجدول الأول، الباب الأول أو الأنكس الأول من الاتفاقية، مجموعة من المركبات معظمها زي ما احنا شايفين إذا كنا نقدر نشوف اللي قدامنا، بس هي بصفة عامة هي مجموعة كبيرة جدا من المركبات. هذه المجموعة من المركبات معظمها للأسف كان بيستخدم في فترة من الفترات كمبيدات. من ضمن المركبات اللي وضيفت في الملحق به اللي هو المركبات اللي هي يحدد استخدامها أو تبقى يعني في حظر على إنتاجها واستخدامها، مركبات زي المركبين اللي موجودين قدامنا الدي دي تي وحمض البيرفلوريك أوكتان سلفونيك وأملاحه والفلورايد بتاعه. في مجموعة تانية من المركبات اللي هي بتنطلق ذاتيا او اللي بتنبعث نتيجة حرق مواد او نتيجة حرق قمامة او غيره من المواد، ودي برضو بتضاف زي ما قلت في الجدول الثالث للاتفاقية. أهمية وضع الاتفاقية في الاعتبار بالنسبة لنا هنا في مصر وبالنسبة لمعظم الدول الاخرى او كل الدول الاخرى، في اثار اقتصادية لده الحقيقة كبيرة جدا، يعني ان احنا نطبق الاتفاقية هام جدا، علشان ده في جزء اقتصادي شديد جدا وحيبان دلوقتي بعد ما هتكلم بصفة خاصة على اللندين. في اثار صحية بالطبع،
سوري في اثار صحيه زي ما بقول، وفي اثار بيئيه، وفي تاثير على السياحه، وفي تاثير على البنيه التحتيه. يعني طبعا انا عارف انه السيد محافظ السويس موجود او من ينوب عنه، احنا عندنا في ميدان الادبيه في يعني كان افكار ان احنا نعمل بعض الصوامع للغلال في 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 الميناء الادبيه، لكن هذه الشحنه اللي كانت موجوده في الادبيه عاقت ومنعت ان احنا نستغل الميناء الاستغلال السليم اللي هو موجود. هتكلم هنا على الجزء الخاص بالمبيدات اللي هي منها اللندين زي ما احنا هنشوف. وانا الحقيقه حطيت الاصطلاح ده اللي هو المبيدات العضويه الثابته، حتى لما تعمل له اختصار resistant organic pesticides هيبقى بوبس برضو، يعني نفس الحكايه. ليه بنقول ده؟ لانه في من الاتفاقيه او مجموعه المواد المضافه في اتفاقيه ستوكهولم اللي هم وصلوا من الان حاليا وانا بتكلم دلوقتي 26 مركب، في مركبين مزمع اضافتهم في الاتفاقيه في الكوب اللي جاي فهيبقوا 28. من ال 26 اللي موجودين حاليا في 14 مبيد او 14 مركب كانوا بيستخدمهم كمبيدات، وفي واحد هيضاف من ضمن الاثنين اللي هيضافوا لاحقا. معظم هذه المبيدات اللي هي بتتبع الاتفاقية او المدرجة بالاتفاقية هي في الواقع مبيدات هيدروكربونية مكلورة، يعني بتحتوي في تركيبها على الهيدروجين والكربون والكلور وبعض. إذا تابعنا معكم جانبا من المؤتمر الذي أعلن من خلاله التخلص عن إحدى الشحنات السامة من ميناء الأدبية، والآن مع إطلالة علوية بكاميرا أون لايف من محافظة مطروح. مشاهد شواطئ مطروح، إذا نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الجولة، ولم يتبقى سوى أن أذكركم بأهم ما عرضناه من أخبار. السيسي يرأس اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف. تواصل الجسر الجوي لنقل ضيوف الرحمن للأراضي المقدسة، والصحة تعلن وفاة سادس حاج مصريين بمكة المكرمة. بعد غلق تشاد للسفارة القطرية في أراضيها، تقارير أمنية تكشف تمويل الدوحة لمنظمات إرهابية بأربع دول إفريقية. هذه الساعة الإخبارية انتهت. موعد متجدد بعد دقائق من الآن بإذن الله.